بداية المرحلة الأولى من مراحل تخفيف إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة الأمريكية واشنطن، كانت كليتار قد انتهت من تنظيف مطعمها وهي بصدد الرد على الحجوزات التي وصلتها من زبائنها الدائمين. كليتار لا تتوقع أن يزدحم المكان كالسابق، ولكنها تعتبر إعادة فتح استثمارها الصغير ولو جزئيا أمرا مرحا. الأمر كان صعبا جدا علينا، تجارتنا خسرت كثيرا. في العادة شهر أبريل ومايو هما الأفضل في واشنطن، نتمنى أن نعوض بعدما خسرنا. كان مؤلما تسريح عمالنا كل الفترة السابقة. أنا سعيدة أننا عدنا ولو مرحليا. المطاعم المجاورة أيضا بصدد فتح أبوابها أمام الزبائن، ولكن وفق ضوابط ومعايير نصت عليها قرارات اتخذها حكام فيرجينيا، ميريلاند وواشنطن، من بينها إلزامية ارتداء الكمامات وعدم تجاوز نسبة 50% من قدرة استيعاب المكان، وضرورة توفير المطهرات ووضع علامات تحدد كيفية الجلوس والانتقال. ولكن أيا كانت قرارات تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي أو المكاني والحجر الصحي في الولايات المتحدة، إلا أن شريحة كبيرة من الأمريكيين ما زالت تبدي تخوفا كبيرا. هذا أمر جيد بالنسبة للتجارة، ولكن بالنسبة لي يجب أن أبقى حذرة، وسوف لن أذهب إلى المطاعم، ربما سأذهب إلى التي بها شرفات. ويبدو خوف البعض من إعادة فتح بعض النشاطات التجارية العامة مبرراً، فقد سجلت العاصمة واشنطن والولايتين المحاذيتين فيرجينيا وميريلاند أكثر من 100,000 حالة إصابة بفيروس كورونا وقرابة 2,500 وفاة، من ضمن أكثر من 100,000 حالة وفاة في الولايات الأمريكية. وفي هذا المركز التجاري المغطى الذي يعتبر من أهم المراكز التجارية في محيط العاصمة الأمريكية واشنطن، المرحلة الأولى من إعادة فتح الاقتصاد والتجارة لم تكن بالزخم المتوقع، ولكن يقول العارفون إن ذلك سيأتي مع المرحلة الثانية وباقي الأيام القادمة. هذا أمر رائع أننا عدنا إلى عملنا. الخطوة الأولى من إعادة الافتتاح المرحلي تعني أن المطاعم ستكون قادرة الآن على تقديم الطعام في الخارج، وستفتح الحدائق العامة وبعض أماكن الرياضة أبوابها تماما مثل المكتبات العامة، ومزيد من تجار التجزئة الذين كانت توصف نشاطاتهم بغير الأساسية. خليل بن طويل، الحرة، واشنطن.